مرحبا حبايب قلبي، شلونكم وشلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. حبايب قلبي، اليوم المدينة مالتنا مفولة على خير. اليوم ما أعرف عندهم يعني شلون هذا يسموه أكتوبر، يعني شهر الخريف، بداية شهر الخريف. وهاي هنا كويمنا مدينة مال ألعاب فاتحيها اليوم لمدة أسبوعين. شوفوا حتى لابسين هم الزي مالتهم، هذا الزي مالتهم الألماني. حبايب قلبي، حبيت أشارككم بهذا الفلوق بقناتي، قناة عدنان الجبور. إن شاء الله يا ربي يعجبكم كل شيء دا أنزله بقناتي، وأي شيء يعجبكم اطلبوه من عندي وأنا أحاول يعني أنزله بقناتي. حبايبي دا يدورون باركات، باركات ماكو. شوفوا ازدحام، هذول راح يظلون تقريبا للصبح، لان باكر عندهم سبت عطلة، باكر بعد اكثر راح يكون. وما شاء الله المدينة اليوم منورة، اليوم المدينة للصبح. هذا الزي مالتهم، يعني الزي اللي هو يعني انتهى الصيف عندنا، بدأ الخريف. هاي هنا شون مدينة يعني ملاهي، شون نقول يعني مراجيح، سيارات مداعمة، ديلاب هوا احنا نسميه باللغة العراقية. زين، مكان كلش حلو. ان شاء الله يوم الاحد احنا راح نروح هم شوية نغير جو بهذا المكان. هو اصلا هذا المكان يعني قريب على بيتنا، يعني ممكن نجي مشي، ما يحتاج بالسيارة، يعني مشي ممكن 10 دقائق نوصل عنده. حتى الشوارع ازدحام. جيت انا منها على مود احاول اصور لكم. لان ذاك الشارع الثاني كان ساديه، فتت بهذا الشارع على مود هيك ارجع على بيتنا. اليوم هو يوم الجمعة، اليوم اعتقد 23/9 و22، ما اعرف بالضبط، ما شفته بالضبط، يمكن 23 اليوم. شوفوا ما شاء الله الناس مفولة،
نزلت الموبايل مالتي لجوا لان اكو بيهم ما يقبلون واحد يصور. كاس فلاش بتنم سم هول بانوف ما نوتس كوب يعني ناين تيت ميلايت هير ان فاملي سوزامن هير يا دوف كانوتس يا هير ان فاملي سوزامن يا تيت ميلايت هذا جاي يقول لي وصلني وياك سكران على خير. قلت له ما اقدر ويا عائلتي. شوفوا حبايبي مدينة كبيرة وكلش حلوة، شوفوا ايش قد حلو بالليل خاصة بالليل، بس اذا تلزمني الشرطة اصور يسوي لي مشكلة، وتقريبا يمكن قدامي الشرطة لازم انتبه. شوفوا هذا الديلاب الهواء، هاي مدينة الملاهي بألمانيا مدينة شتوتغارت بات كان اشتات. حبايب قلبي ولهنا ينتهي الفيديو مالتي لهذا اليوم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم بقناتي وتحياتي لكم وتصبحون على خير.